سادة الضيوف الكرام من قيادات التربية والتعليم بالتقهرية، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال، والذين حضروا للمشاركة في هذا اللقاء، حيث سيتضمن اللقاء تعريف السادة قيادات التربية والتعليم بالتقهرية بماهية المشروع والاستماع لكلماتهم، تعريف السادة مديري ومسؤولي المشاركة المجتمعية بالمشروع وما يهدف إليه من توفير فرص عمل للشباب بشركات ومؤسسات القطاع الخاص، الاستماع للسادة أعضاء المجالس النيابية والتشريعية باعتبارهم نبض الشعب وممثله. سوف نبدأ أولى كلمات هذا اللقاء بكلمة الشريك الرئيسي المنوط به تنفيذ هذا اللقاء باعتباره منظمة من منظمات المجتمع المدني، والتي تهدف من خلال المشروع لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة، مما يساعد على الحد من ظاهرة الهجرة الغير نظامية وكذلك آثار انتشار وباء الكورونا المستجد. فمنظمات المجتمع المدني تستطيع أن تسهم في التنمية إسهاما حقيقيا إذا نجحت في بناء الوعي التنموي واستقراره، بل وتوظيفه من خلال مشاركة حقيقية وفاعلة في العملية التنموية. 2021 المهن اللي هنشتغل عليها، أنا اتكلمت عن المهارات الحياتية والسلوكية، هنشتغل في مهن تبريد والتكييف، الكهرباء توصيلات، الملابس الجاهزة والنسيج، طبعا مقصود بالكهرباء الكهرباء المصاعد وكهرباء الأجهزة الكهربائية، الملابس الجاهزة والنسيج والفندقة اللي هو المطبخ والصالة. مدة البرنامج التدريبي هتبقى 30 يوم مقسمة لشقين، 22 يوم للمهارات الفنية و 8 أيام للمهارات الحياتية والسلوكية. طريقة التقديم للمشروع، الطريقة الأولى كانت إن اللي بيبحث عن فرصة عمل يجي يشرفنا في مقر الجمعية يوميا، إحنا متواجدين من الصبح لغاية الساعة 8 لغاية الساعة 4، وحبينا نسهل ونيسر كمان الأمور، وقلنا إن في تواصل عن طريق الواتس والفيس عشان نيسر ونسهل الأمور على كده. الحقيقة برضو إحنا شغالين ما اكتفيناش بكده. بدأنا نشتغل بطريقة جديدة شوية أو مختلفة شوية، إن إحنا نعمل مقرات داخل القرى، بدل ما أنت هتيجي لينا لا إحنا هنجيلك. وتعاوننا في الفترة اللي فاتت دي مع جمعية أصدقاء المرضى في تلبانة، الحقيقة عملنا شغل هايل جدا جدا معاهم، وفي بدوية جمعية تنمية المجتمع المحلي، وفي طناح جمعية صوت الأمة الخيرية، وحاليا بنجهز شراكة مع جمعية تنمية المجتمع المحلي في البرامج. يمكن من الجوابات اللي ظهرت قدام حضراتكم على الشاشة باين لحضراتكم، احنا طبعا بنخاطب الجهة الإدارية أو الجهة الأم اللي احنا تابعين ليها، وبنرشح أو هم بيساعدونا في الترشيح لمجموعة من الجمعيات. إجراءاتنا الإدارية، طبعا شكلنا فريق عمل المشروع وشكلنا اللجنة المجتمعية، وهشرح لحضراتكم اللجنة المجتمعية دلوقتي، وعملنا الدعاية اللي حضراتكم شفتوها النهاردة، وجهزنا كل المكاتبات الرسمية لجميع الجهات الرقابية والإدارية في الدولة. كل الهدف من ده ان احنا نشتغل نأسس صح ونبدأ بداية جيدة تحقق لنا كلنا المستهدف. اللجنة المجتمعية هي المعنية ببحث التحديات والمعوقات اللي بتواجه المشروع، ودي بتتكون من مجموعة من رجال المجتمع وأعضاء المجالس النيابية والتشريعية وأساتذة في جامعة المنصورة، واللي احنا اخترناهم كأعضاء دول هم المعنيين بقضايا الشباب. عملنا مجموعة من الاجتماعات ومجموعة من اللقاءات على مدار الفترة اللي فاتت، وكان أول اجتماع عملناه كان يوم الأحد 21 فبراير، وتابعوا مجموعة من الاجتماعات الأخرى للجنة
المجتمعية. زي ما قلت لحضراتكم هي لجنة تطوعية بتساند في متابعة سير تنفيذ الأنشطة الخاصة بالمشروع، واللجنة كان تشكيلها كالآتي: الأستاذ ثروت فتح الباب عضو مجلس إدارة الجمعية وعضو مجلس الشيوخ هو رئيس اللجنة، المهندس رضا الشافعي نقيب المهندسين في البقهلية وعضو مجلس الشيوخ هو النائب، الدكتور حسام الهلالي خبير تطوير الأداء والموارد البشرية هو الأمين العام، اللواء جمال عبد الظاهر عضو مجلس الشيوخ عضو، الدكتورة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب عضو، الدكتور جون زكريا مدير مركز التعليم الإلكتروني في جامعة المنصورة كلية الهندسة عضو، والدكتورة وداد صابر مدرس كلية التمريض جامعة المنصورة هي كمان عضو. مسؤوليات اللجنة كانت بتراجع الوثيقة أو بتراجع الوثيقة اللي هي خاصة المقترح الخاص بالمشروع من حيث المخرجات وخطط التنفيذ، بتساند في متابعة سير تنفيذ الأنشطة بحسب الخطة، تقديم تقرير فني شهري لمدير المشروع وبالتالي المجلس الإدارة، لغير كده من المساهمات الخاصة بمساعدة فريق العمل أو مساعدة في عمل البحوث الخاصة باحتياجات المجتمع، وكمان البحوث الخاصة برضا المستفيدين من المشروع والبحوث الميدانية. الخطوات التنفيذية، الحقيقة احنا كان عندنا إجراءات لوجستية كتير جدا لأن احنا بنشتغل في ظروف استثنائية بقالنا تقريبا ما يزيد عن عام ونصف ومقبلين على العامين. احنا لينا أزرع، الأزرع دي هي من وجهة نظر الشخصية أو التنفيذ محافظة الأهلية محلية الزر الألماني، والحمد لله الفترة دي تم تعيين أكثر من 2500 شاب من خلال الجمعية. احنا غلطنا تقليل نسبة البطالة و نشتغل في مجال التدريب والتشغيل والتعليم المزدوج. الحمد لله احنا وصلنا في التعليم المزدوج لحوالي 2500 طالب مربطينهم مع المصانع اللي هم ملتحقين بيها. قمنا عملنا حوالي 4 ملتقيات توظيف مع الشباب والرياضه والتربيه والتعليم جامعه المنصور. عملنا مجموعة منح خاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل عن طريق تدريبهم على برامج الحاسب الآلي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمدن المعلومية. التعليم المزدوج بدأنا فيه بداية من 2011، ده مع وزارة التربية والتعليم بتأهيل طلاب التعليم الفني بالمهن المختلفة، والحمد لله عندنا مجموعة مصانع محترمة. فعلا الشاب بيتخرج عنده خبرة كويسة، وغالبية الشباب اللي بتتخرج من المصانع بيرتاحوا في المصانع اللي اتدربوا فيها عشان الخبرة اللي اكتسبوها. احنا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بننفذ مشروع تحسين فرص التشغيل لدى الغير الشباب. المشروع ده بيهدف للمساهمة في تأهيل الشباب المتعطلين عن العمل من الجنسين للدخول في سوق العمل عن طريق التشغيل والتوظيف لدى الغير، وذلك لإكسابهم المهارات الفنية والإدارية اللازمة، وذلك للحد من أسباب الهجرة غير الشرعية. احنا مستهدفين تمكين وتأهيل عدد 325 من الشباب المتعطلين عن العمل بمركز ومدينة المنصورة، وكل ده طبعا بمساعدتكم نوصل للهدف اللي احنا غايبينه بإذن الله. وشكرا. عايزة تدور على أكل عيشها من خلال الهجرة الغير شرعية، بقى كمان عندنا الناس اللي متخرجة وبتدور على فرصة عمل ولكن هو اتخرج في ظل انتشار وباء الكورونا، أو فاتح بيت
وعنده أسرة ومشي من العمل نتيجة ظروف الكورونا. زي ما حضراتكم عارفين طبعا ان الدولة سياستها العامة بترتكز على القطاع الخاص، هو ده أساس التنمية في الدولة. الهدف العام من المشروع المساهمة في تأهيل الشباب المتعطلين عن العمل من الجنسين للدخول لسوق العمل عن طريق التوظيف لدى الغير. مقصود بكلمة التوظيف لدى الغير ان يعني انا اشتغل عند حد مش عامل مشروع خاص بيا، وذلك باكسابهم المهارات الفنية والادارية اللازمة من خلال تمكين عدد 325 واحد من الشباب بمركز ومدينة المنصورة. هنكسبهم مهارات متنوعة عشان نحقق لهم فرص التشغيل ونساهم في الحد من معدلات البطالة ورفع وعي الشباب للحد من النتائج السلبية للهجرة الغير نظامية وأثار انتشار وباء الكورونا. طبعا الفئة المستهدفة اللي بنتحرك في إطارها هي من 18 ل 35 سنة. الفئة العمرية دي هي الحقيقة المعايير اللي موجودة عند الاتحاد الأوروبي من 18 ل 29 سنة. بس لما استجد علينا موضوع الكورونا احنا طلبنا منهم ان هم يفتحوا الفئة العمرية شوية او يخلوا الفئة العمرية اعلى شوية، فهم وافقوا لنا لغاية 35 سنة. احنا كمان في نطاق المشروع بتاعنا عندنا قرية تلبانة تحديدا، هي يعني زي ما بيقولوا كده من اكثر القرى في مركز ومدينة المنصورة بيتصدر هجرة غير شرعية. والحقيقة هي مذكورة في المقترح كمسمى لهذه القرية تحديدا. الأهداف المحددة احنا يعني عندنا هندرب الناس على المهارات الحياتية والسلوكية علشان الناس ازاي لما يجي يعمل مقابلة يعني يعرض نفسه بطريقة جيدة نديله فيها الأساسيات. كمان مش هنكتفي بكده، هنشتغل كمان على المهارات الفنية، هنديله أساسيات المهنة وهيجي لاحقا نقدم لحضراتكم المهن اللي هنشتغل عليها ايه. في 80% من الشباب المشاركين دول يعني هياخدوا مننا جهد اكبر شويه علشان هم دول اللي احنا عايزين نخليهم نواه للمرحله المقبله من المشروع.